بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناع القطان وكل مقدمة إخويا علي يكي كذا آية برزاني قضاي عربستانو أم كتبي بشريك جوان وحازا وحاضتك جامع لكتب علم القرآن كان كوكب دوتو يعني عبارتك صادق خوشي هيو بإصلاحتها سعي كردوها هر شي مسألة لعلوم القرآن كان يكايبي نفسه معمولا كتير تاكو جديدة بيتوا لهمو علمك تاكو جديدة بيتوا جامعة تربية بدليل يويكا مثلا بو نمونا لأسولة مشاكي الرسالة إمام الشافعي شاهد بعض بحثي كتيانة بيت شنك أو وقتا أو شانا بفكري فقهاء نقشتوها كلزومي بيلا نكتبه كابن نسبة تيشتر هر لزوم يوش تيحساس نكراوك بعنواني علمك أسول نسبة فلام دوام جار عديه كان وابو فقد ناسخ منسوخ مثلا عام مطلقه بالنسبه عديه كحد عرفت كان زاد كل علوم القران شهر وا شاد زمانه كي كان وابو بك قران فقط قراءتك مهمه حوض قراءتك دوام جار هاتبه كتبت يعني تجويدش مهمه فعلى علم القران بالنسبه دوام هاتبه بحثي وين كتبك تفسيرك كان شلون قراوا اصلا الاول ومفسرين شلون بون وكل هذا بحثك دوام هاتبه بحثي وكان ك اصلا اسباب نزول شونا يعني وشتانا هل ذا يشتكي في ذلك دائما ويا شنك الجديدة هاتوا اشتكاني تقريبا جامعة البحث كده عبارة زور صادق وخوشا ايوش فإسلام كتب تام خيندو الان وانيا في لغة العربي تازا اشنا بو بيتن ويا اگر توزك سرعة ما انقر قلينك لما قدموا كصفحي حو تارون ها نيو كابرايا او كابرايا كالام يكي كلا مديراني قضاء مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لنذا حوتقينه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أين أمانة مقدمة يا أخويتي يا تبعي ثانية وانيا؟ تكملين دواء دارمين سير. ليش اللي فيش السير؟ دخلت الآن بلا أمانة شن أم كتابة تبعي أولايا أو أي ثانية؟ أما أولا فهذه مباحث في علوم القرآن توخيت فيها الإلمام بما يحتاج إليه الطالب الدارس في دراسته. أما مبحث هايك لعلوم القرآن كتيم دعو بجابد وأوانيك إلمام بكم إلمام حالتك إشارة هي إشارة بكم بوشتانيك محتاجة في طالب دارس لو دراسته يعني وكسيك ديو درس خينيا لم علم ذا لعلم القرآن ذا والشاب المسلم في ثقافته مع وضوح الأعمى معنى الله هل وهذا طالب دارس وهل وهذا الشاب مسلم أو جوان مسلمانيك إسلال الثقافة لتمدني أخويا يعني ديو لموردي ثقافة القرآن ثقافة علوم القرآن يا بسيطة بيشة لموردي تمدني علوم القرآن يا بسيطة بيشة أبوه كسم نسيوا لقال أوشك معناك كاملا واضحة وسهولة اللفظ لفظ كان كاملا سهلا وجودة السبك سبك كشي زور زور جودتها بخشتها باشتها كجودة بو أو سفد بو السبك هذا معناه ذلك خوشا سبك كشيرينا وحسن الترتيب ترتيب كشي زور جوان هاتوا يعني حالته كزور مرتب ما استطعت إلى ذلك سبيلا أو ذلك تباني بيتم لو رجع دابرم يعني يوم سبعتي كذا بقول جنا والله المستعان الله يجزي يا مسي ورجعتنا هذا وقد طبع الكتاب الكتاب الأولى طبع الكتاب الأولى ثم نفذت على طبعي أم كتابان تجارك تاب كلا وتواب وهذه هي الطبعة الثانية ما تبعي دوما على لا أول نسي بلام تبعي سلومش كنسيتي حتى نسيتي وتبعي سلوم أقدم أقدمها للقراء مزيدة منقحة على وتقديم قارئ كان يكم وبإصلاح تيش لزيادة مكردو منقح يعني ويكب في ذكيش تحاكم كردو يعني جيقا هايكم تيدا ريكو بيكتر كردو عسى الله أن ينفع بها ومن هيك الله تعالى نفع ذواته أو بقينا إنه سميع الدعاء جعل أن يتسر بحثي أصله التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره أو ذا تعريف علمك أصلا علم يعني يعني علوم القرآن يا ألم درسي أم شواء كلا بحثي واكا كأم علوم القرآن بحثي شيئا وويك كي نشأتي في ذاك يعني تازا من بيسلا هاتوا وبوجود هاتوا وشون تطوري في ذاك يعني في شرفتي كذا
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة، معجزة إسلامك جاودان برفاها مشهية التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاب. أو معجزيك تقدم في شرف علمي هيتشتك لقرآن زيادناك مقر رسوخ لإعجاب، يعني أو نديدك إعجاب لا أو قرآن دارك، يعني تعبر واتبيش زيادة المعلومة بك أو قرآن معجزية علومي تدا مثلا هر چندیه لنیو بدنی انسان شد کشف بید، هر چندیه لأسمان کان شد کشف بید، و کل قرآن علی سنوریهم آیاتینا فی الآفاق و فی انفسهم. حتی که بید هر زیاتر بیسه معذبونی در اکه. انزله الله علی رسولنا محمد، الله تعالی نازلی که دوره سر پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. تاكو خلقي خارجك للظلمات لتاريخ كان بلا النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. هداية عند أبري راس. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته وهم عرب خلص. فيغنبر صلوات وسلامي الله إلى السربيت بصحابة كان يخويكين كعرب هاي خالج فيفهمونه بسريقتين بسريقي خويان فهميان كر شنكا الله تعالى مخاطبي لبسرت هذا صحابة وصحابة عرب هو بعربي قرآن نازل بو بزباني أول نازل بو وهو نش فهم ينكرت خب مشكلة يقنب. وإذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله عنها. أجر هاتوا لما وردي فهم آياتك لآيات شاء التباس ينبو في شهتها لين في شوية نين زانية أخت خدي في غنبر صلى الله عليه وسلم لحزورها بسؤال ينديك. روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية اختام آية نازل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأن إيمان ينهينا وإيمان كان لقل ظلم تكلنا كردوا أولئك لهم الأمن أوانا كأمن يدبو أوانا لقيامته جانا قرام بون صحابة شق ذلك على الناس خلقي وينزل نسر مشكلها فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه جا كم من هينك ظلمي لخوي نكرد ما يالد أوي وان ظلم يان تكل إيمان كان نكرد دخو كم من هينك وامان نكرد سأكشن ذات يبين. قال إنه ليس الذي تعنوا هو أونيك إيه وبيتانوا ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح مقر نتان بسوك عبد صالح منزولي لحمانا كتي إن الشرك لظلم عظيم شرك ظلمك قولي براسي أويلس لو آي سرين عماتك فرم إيمانا كان بظلم وتيكلنا كان منزولي بالشرك وتيكلنا كان فلنقران مبن إنما هو الشرك منزول الشرك يعني قد جاءك شاوى حالي نبوياتنا سنة حزوري في غنبر صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله يفسر لهم بعض الآيات بعض الآيات هات بياني تفسير أكيد. أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لسر منبره فرمي وأعد لهم ما استطعتم من قوة يعني بود جمنان أما ذكى نوديلة وعينيت أنا هيا لقدرة يا لو يأخذي خوي في غنبة صلى الله منبر قوتي تفسير كده ألا إن القوة الرمي أقذار من قوة لان تيران لازية يعني والشر واقعا بكار. وحرص الصحابة على تلقي القرآن الكريم من رسول الله وحرص في إسلام حرص الصحابة يعني حريص من الصحابة لسر على تلقي القرآن الكريم من رسول الله لسر ويك تلقي القرآن كان ورقل القرآن لفيغنبر وحفظه وفهمه وحفظه كان وفهمه كان وكان ذلك شرفا لهم أو الشرف يكون برزي يكبوبه أو عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أجر نفر لن يؤمن البقرة وآل عمران بخيم دايا لن يؤمن قوله أي عظمة رواه أحمد في مسند. أني أهات الواقع أنا قرآن يعني خن بفهمه يعني خن هم مشتك يعني تفهمك أجر شتك يعني نزاني يعني فهم يعني كذا أهات لخدي في غمر يعني أفرسي صلى الله عليه وسلم بويا على قوله أبونا يا ولد دعاء ما نخن جوان فير يبون عمل ما فيك جد أي كش ما نخن وهذا يكجلس هاي جل حكمتها كقرآن ونازبو كل دعية بخير كتب كابسكا حكمتك أيوة كذلك لنثبت به فؤادك جوان جوان لقلب شاكر به وحرضوا كذلك على العمل به والوقوف عند أحكامه وهروها تشويق خوك أنا كير لسرويك عملي في ذكره ولا يحكم مكاني راب وسن يعني وقتك حكمك هي راب وسن زانا أو حكمت شيء جواجب أنزام بدن حتما أجا حرام بين ليجد كونه. روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أو كثانب من ينجراته كقرآن ينفير كردون كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا
من النبيين 10 آيات وكذلك دعا إلى پیغمبر صلى الله عليه وسلم في ربون لم يجاوزوها حتى يتعملوا ما فيها من العلم والعمل لو تنا فرين هتاك وويك أوي علم وعمل تياب ويا تو تو وريان قلت في ربوان يعني تو تو في ربوان وعمل شان في بكذا جاز رسول السر تأيك قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وما قرآن وعلم وعمل هم يتكوا في ربوان جابوي أو وقتها شن كان لازم نبوك أواد جدا جدا بكريتوا شون كان هم يتكوا يكجي في ربوان وفي غنبري صلى الله عليه وسلم حزوري بو وهي زمان يتابعين لازم بو بعض الشحية بكتري بعض كسانك لبعض الشحية خبرة بن زمان دواي أوان أمجر لازم بو نوسين دس بيبكا زمان دواي أوان أوجر بعض علمك نشأتي قربكو في قوانا زمان دواي أوان أمجر أصول زمان دواي أوان أمجر علوم القرآن هر جاري احتياج بشتك بيدا بو تاكل العصر في غنبري صلى الله عليه وسلم دور كبنا رواه عبد الرزاق بلفظ قريب من هذا لفظك قريب لواء عبد الرزاق رواياتك ولم يأذن لهم رسول الله في كتابة شيء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس القرآن بغيره يغنبر صلى الله عليه وسلم دي إجازة ندا كهيتش تلك لغير القرآن بالنسنوى يترسي ويكنك القرآن لك لغير القرآن تيكال بيه هروك سونا لان جاروا هيا اشتهيك لين القرآن نسوى توكو تفسير ولان وكو القرآن قراءت هاي الشاذي لهاتو ويكا وصلاة الوسطى وصلاة العصري يا اگر كسانك هات نشتاك انا نسي لسه القران ويلي هات كامام عثمان تسميمي غير همي بالسوت يعني ام القران كان بيت قران فقد اودانيك لسري كوبنه المسلمان لو تشاب كاتب وان بين يعني بمعنى هيك نسخه برداري روى مسلم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني هيك لمن منسنا ومن كتب عني غير القران فليمحو هر کس لمن غیر قرآنی نسیت و پاکی کاته. جامش دیار و دیار ل اول او پیامبر صلی الله علیه و آله امریکا دو حتی ل آخری عمریا او شتور دور دا تواب بوم. یعنی او نهیا. چون که عمری بن عاص حدیث نسیا یا ل حدیث که کل حضرت الوداع دا ایله ابی شاه ل یمن ولد دعوون بنوسن پیامبر صلی الله علیه و آله دعوی بنوسن بو ابو شاه یا امام ابو بکر بو خویشان حدیثی نسیا. دلیلی که آواه که صحابه نسیا یعنی واج نبود که هنی نسیا. بلام نهیه کل بر خاطری او بود که تیکال نبود. چون وقتی نوسین هر کم بود، دعای که نوسین زور بود و ترسی او لاشو که قرآن لگال غیر قرآن تیکال دیدی، فتوای اند همو امت سر و اجماعی اکل که نوسینی که نوسینش تیک غیر قرآن مشکلی نبی. و حدیث عنی ولا حرج. لمن شد جرنا و حدیث واحد حرج کتیانی. و من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار. هرکس یک دروب بنا و حبست بعمدی. وجيه خويل أهل جهنم أعمالك أخوشك ولئن كان رسول الله قد أذن لبعض صحابته بعد ذلك في كتابة الحديث فإنما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين في عهد رسول الله وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه الله أقد شيء في غنبر صلى الله عليه وسلم إذن ببعض الصحابة دابو دعي أوه دعي أم جريانا كوزار ترسي أبو كتيا قلبي أم جاب كتير حديث بنوسم بلا مويك متصل بو بقرآن و كلنا اعتمادي لسر روايته يعني حرشت بحثي قرآن بو بالروايات الجردرة يعني ناهات لسر قرآن تفسير ابن سن لقراغة ولم لا لولا لسر قرآن شد ابن سن بلكو فقط بس روايات للتلقين لعهد في غمره يعني أو تلقين يكر له أو تلقين يكر له يعني بو يجلى زماني بخاري ومكش بخاري سند هنانو أو ده مهم بس سندوا أو لدمي أو أو لدمي أو وريانا كر أو تلقين يكر بو أو تلقين يكر بو لزماني ما يقول بكتو عمري شهر وابو جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه أمزر خلافة إمام عثمان هات واقتضت الدواعي التي سنذكرها فيما بعد ودواعي إذا أخواز كان يعني شرائط جو وهات اقتضاي أويكر أوانيك لدواعي ذكريكين إلى جمع المسلمين على مصحف واحد ولا يويك مسلمان كوكات ولا سر أوي لسريع المصحف فتم ذلك أويش كرا جيب جيبه وسمي بالمصحف الإمام نين را مصحف إمام سنك مصحف أصليبه أوانيك لروي أوه نسرا وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار نسخة هاي قدو ناردرا برولاي شاركان برولاي مصركان يعني شارة جامع وقوركان وكوكوفة وبصر ومصران وصميت كتابته بالرسم العثماني نسبة إليه وكتابة كتابة نسرة رسم عثماني يعني من قرآن إمام عثمان كللي أو نسبة بولاي أو سنة زماني أو أو بخش بوا تناهر القرآن بوكا إمام أبو بكر كويكر ولاي حفص دايناو يعني لا إمام عمر بكوتة ضد إمام عمر إمام عمر شهيد وكوتة ضد حصيك سيكا أم المؤمنين ودعا وزار إمام عثمان لبي ورقر بأمانة ولي نسي ونار ديوبو أو شارعنا ويعتبر هذا بداية لعلم رسم القرآن أما
بعنوان أول اعتباري كدرك بداياتي علمي رسمي قرآن ونسيني قرآن بو جار رسمي قرآن وجار درسي فيه كدرك دوائي دي لزماني خلفاء لا احتمال في أدراء مثلا حجاج بن يوسف سيشوار معنى فريدان أبويك مثلا حرف كان قرآن ببجيرن مثلا كلمة كان قرآن ببجيرن مثلا شو وسط قرآن أو ولي تلطفي بيداك مثلا يا أهاتنا أبو جان لسر دانا كاليان لسر أكر هر جاري جار بزار في شخصي كي دي ليرا لك تيوكا بزوري بحثك ثم كانت خلافة علي رضي الله نفشان خلافة إمام علي داهات فوضع أبو الأسود الدؤلي بأمر منه قواعد النحو قواعد النحو جاب أمر إمام علي أبو الأسود الدؤلي هات قواعد نحو دامزران من خد إمام علي نيكر بلكو أبو الأسود بأمر أو كذي صيانة لسلامة النطق لبخا في باراسني سلامة النطق أو كاريك وضبطا للقرآن الكريم وبوض فويك القرآن الكريم ضبط وخب منه ويعتبر هذا كذلك بداية لعلم إعراب القرآن أمج بعنواني بداية علم القرآن الناس يعني هل داري علمي بالذفاء استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض آياته على تفاوت فيما بينهم على صحابة هل أو مستمر بون لويداك نقل يعني كل بين يكتريا معاني القرآن وتفسير بعض الآيات بو تفاوتيك لبيني أنا بويان مثلا اختلافيك بويان هاريكي جاروابو نظرك يا أبو جالا كل المفسرين بحثك لتفاوت قدرتهم على الفهم شن قدرتك يعني لسر فهمك متفاوت ابن عباس لهم يعني شاتر بودواي أو صحابة دواي أو صحابة وتفاوت ملازمتهم لرسول الله وويك ملازمة يعني لقلت يا عمر خانسان متفاوت بو هوابو بإصلاة جاردار في غمري دي بو هوابو روجه لقلي بو هوابو مثلا للشركان لقلي بو وتلاقل عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين و شاعر ذكاني أن التابعين هاتن أوانيا أن الصحابة نقل كر. ويا المشاكين لأنه تفسير كان ابن كثير وأنا أبين الله مجاهد أو دلية يا مقاتل يا بإصلاح إكرماء أو دلية أو شاعر ذاني ابن عباس مثلا. ومن أشهر المفسرين من الصحابة مشهورين المفسرين للصحابة الخلفاء الأربعة الخلفاء الأربعة خلفاء أربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. وقد كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب لو سيانة والرواية تفسير زور كراوة حتى بجوري الآن تفسير هيا يجلدي نسرى تفسير ابن عباس هل كراوة كان أبيشا خبز زمان يوم نسين نبو أو عندما مثلا نشد لو نقل كراوة كبعنوان يجد أن اكتباتون نسيبانا وما روي عنهم لا يتضمن تفسيرا كاملا للقرآن ظلام أويك لو أنا رواية كراوة لازمني خوي نقد تفسيرك كامل القرآن يعني واني لما وردي حمو قرآن وقصيان كردا بلام مشاكي هلكي لما وردي بشر يقول القرآن قصيان كردا أو آية أو آية أو آية أو آية وإنما يقتصر على معاني بعض الآيات فقد بيسا كربت ولسل معاني بعض الآيات بتفسير غامضها وتوضيح مجملها فويك غامض في شدك تفسير كردا ومجمل كرتكي واضح كردا أما التابعون فاشتهر منهم جماعة جماعتك لوان مشهور بهم أخذوا عن الصحابة كهاتون للصحابة شتيان وقلتوا واجتهدوا في تفسير بعض الآيات اجتهاد شان كبتيك وشيون لتفسير بعض الآيات فاشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة لشاهد كان ابن عباس لبكة سعيد بن جبير مجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاوس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح أمانا لنا لتفسير كان بوضوح أيام بينا كنظر كان يعني أكثر واشتهر من تلاميذ أبي بن كعب بالمدينة زيد بن أسلم أبو العالية محمد بن كعب القرظي كما زمانهن من داغ زماني وقت كقريزة تركا هن كجرا أما من داغ بوينة واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق العراق أما نشاق إذا كان علقمة بن قيس مسروق الأسود بن يزيد عامر الشعبي حسن البصري قتادة بن دعامة السدسي توايا وأنا كسانك كلا تفسير كان مثلا عن قماء ودل قتادة أو ودل مثلا شعبي أو ودل حسن بصري ودل وأنا مشهور من دالبو بل من صحابي الحسيب والله مدي لعصر تابعين أقول أبو إيدي يعني كسيق بو لعصر تابعين أبو يعني لجوز عصر تابعين ظهوري كدو ديار كوتو قال دوايا خب خوي زمان في غنبر صلى الله عليه وسلم هيش فير نبو دوايا مثلا تنشاك من دالبو دوام زر لا أبي ابن كعب مثلاً ورد ولا شد في أبوه. عنوان الشاعر دي صحابة إسلام مشهورة. يعني وصفوا الصحابة بس لا يوم سيادة روشنا. قال ابن تيمية وأما التفسير
فأعلم الناس به أهل مكة. ابن تيمية نظر روايك زاناترين خلقي بالنسبة بتفسير أهل مكة بوتي لأنهم أصحاب ابن عباس وكمجاهد وشنا أنا أصحاب ابن عباس وكوشي وكمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم. وأوش اشتاكك لمميزات يعني اشتاكك جاوازيا أخاتا جاوازيا أخاتا نيو أمانو نسبة كسانكيك يعني أمانة تفسير واقعا تي أغن. وعلماء وأهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، من مالك لزيد بن أسلم وليكتوه، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن فركيشيك عبد الرحمن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن وهب. والذي روي عن هؤلاء جميعا يتناول أويك الروايات كراوة آلمانة فخذوني كتفسير شامل توايا منابع علم التفسير، علم غريب القرآن، علم أسباب النزول، علم المكي والمدني، علم الناسخ والمنسوخ. ولكن هذا كله ظل معتمدا على رواية على الرواية بالتلقين، بلا معتمدا فقد اعتماد لسر شيدا وأمانا فقد ويلاتك اعتماد فقد لسر رواية بالتلقين دا يعني زبان بزبان يعني بنوسين نبوة سنقطع دا هيتين ننسي واحساني بس يعني زمان يتابعين شدنا نسرا دواي أوان ورد ورد دستي تكراوا سان إمام مالك دستي كدو بنوسين نظراتي نسيو سان شاعر نظراتي زيد بن أسلمي نسيبة نظراتي كساني كي نسيبة نمو صالك تليكا. جاء عصر التدوين في القرن الثاني، جاء القرن الدوم داهات وعصر تدوين يعني جاء كتير تدوين كلا شد تدوين كلا وعلوم ومدون كلا وكلا. وبدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة، تدوين الحديث بباب متنوع كان يدرس يذكر لا إصلاح إمام أبو حنيفة بقدر دواء إمام مالك موطا كيدي أو أختم موطا مشهور هتاكو إسلام أسند إمام شافعي أسند إمام أحمد وخاري ومسلم أو يدرس يذكر. وشمل ذلك ما يتعلق بالتفسير وهو شامل يوش أبوك ما يتعلق بالتفسير يعني تفسير تداوت مشاكي بعض الأحاديث هين تفسير آيات. وجمع بعض العلماء ما روي من تفسير للقرآن الكريم عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين. وبعض العلماء هاتن وهذا يعني كل تفسير القرآن الكريم يا لخدي في غنبر صلى الله عليه وسلم يا للصحابة يا للتابعين. واشتهر منهم ومشهور بلوان يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 117 الهجرية، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 الهجرية. شعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح متوفى سنة 197 الهجرية، وسفيان بن العيينة المتوفى سنة 198 هجرية، وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 211 هجرية. وهؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث طبعا إمام الحديث مشهور، فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبوابه كوكنوي تفسير زلان أوانوا كوكنوي بابك لباب كان تفسير بابك لباب كان حديث شنكا تمشي كتب أحاديث كين كتب حديث بابك مثلا تفسير أو كبخصان بخاري بابك تفسير. ولم يصلنا من تفاسيرهم شيء مكتوب بلام حسيكي مكتوب لتفسير كان ينبلا يمنعت وشنو وقت الندمات مشاك يا لسرفيلد ويا لزقايق ودا إلى بينشو ويا هل عصري أواني شو الدواء وان هربا تلقين يا ويك كسان كتاب كان ينخندون توا دواء اشتيان لسنو سنين دواء كتب خدي خيان لبينشو يعني خدي كتب خيان نما هدو تابعين أمانا تابعين هذي بحث تابعين ناقد نعم أويك هيا شايك كليان جرد رواتوا خدي خوان مكتوب خوان نما. وهؤلاء جميعا كانوا نوما خين. ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء لفشل بس الرئي وانا الرئي جماعة زرين جماعة العلماء وضعوا تفسيرا متكاملا للقرآن وفق ترتيب آيات أو جار أمان هاتن تفسيري كامل القرآن عندنا بترتيب آيات تالا وانا بثالا هل موردك ودي آية يا بحثك أشتق أنسى. واشتهر منهم ابن جرير الطبري والمتوفى سنة 310 الهجرية. وهكذا بدأ التفسير أولا بالنقل عن طريق التلقي وذهب شوي التلقي الرواية، ثم كان تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث لفاشن تدوينك بوا دروز بك بابك لأبواب الحديث وكتمان لبخاري وانك بابك حديث تفسيرا.
ثم دوبنا على استقلال وانفراد لباشان بمستقلي ومنفردي تفسير القرآن تدوين كرا وتتابع التفسير بالمأثور أو جار بشتي سريك تفسير بمأثور كرا هروكو بين مكو ابن كثير وانا ثم التفسير بالرأي لباشان تفسير بالرأيش كرا هروكو فخري رازي وانا وبإزاء علم التفسير كانت تأليف الموضوعي في موضوعات تتصل بالقرآن ولا يستغني المفسر عنها الله بإزاء علم التفسير هل لا بيسلاها همسولة قال أو تأليف موضوعي بعض إلى مسائل بيشهر لموضوعاتك متصلين بقرآن وكو علوم القرآن وكو مثلا ناسخ ومنسوخ وكو أسباب نزول أوش هايكي جدا جداش أنسرع كمفسر لوان بنياز نبو لقال تفسير هم بيسلا علم هم شدبون يعني هم هيك ورط يام وبإزاء علم التفسير كانت تالي وختي دوارة فاكر فألف علي بن المديني شيخ البخاري المتوفى سنة 234 هجرية في أسباب النزول وصان علي بن المديني كبخاري بيسايك لشيخ كيف يزور حديث شيء لروايتك كتابك لبعض أسباب نزول النسي وألف أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هجرية في الناسخ والمنسوخ وفي القراءات لما أريد أن أدودان أشتاك كتابي النسي وألف ابن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية في مشكل القرآن للتبقية ولا وهؤلاء من علماء القرن الثالث الهجري أمان العلماء القرن الثالث الهجري أم ذات بشيط القرن الشوارم وألف محمد بن خلف بن مرزوان المتوفى سنة 309 هجرية الحاوي في علم القرآن الحاوي في علم القرآن كتب كده وألف أبو بكر محمد بن قاسم الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية في علوم القرآن وألف أبو بكر السجستاني كمان سجستان المتوفى سنة 330 هجرية في غريب القرآن أمد الغريب القرآن يعني كلمة غريبة هاتو التوزيح دعوة وألف محمد بن علي الأدفوي المتوفى سنة 388 هجرية الاستغناء في علوم القرآن إلى مولد علوم القرآن وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجري ثم تتابع التأليف بعد ذلك فألف أبو بكر الباقلاني أما مثلا يكيك لعلماء شافعي مشهورة لنيو أصول ولنيو فقه لها مشتكى استناد بقصكاني أكره كلامي شو المتوقع سنة 403 هجرية في إعجاز القرآن المولد إعجاز القرآن الشتنسي وعلي بن إبراهيم بن سعيد الحوثي المتوقع سنة 430 هجرية في إعراب القرآن والماوردي المتوفى سنة 450 في أمثال القرآن والعز بن عبد السلام كميزور مشهورة المتوفى سنة 660 هجرية في مجاز القرآن وعلم الدين الصخاوي المتوفى سنة 643 هجرية في علم القرآن وابن القيم المتوفى 751 هجرية في أقسام القرآن هذه المؤلفات يتناول كل مؤلف منها نوعا من علوم القرآن يعني هر مؤلف يقلوانا هر تعريف يقلوانا شامل نوع العلوم القرآن وكديما هر جاريك مثلا مجاز القرآن وغريب القرآن وإعراب القرآن وبحثا من مباحثه المتصلة به وبحثا لو مبحثانيك متصلة بعلوم القرآن أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع كلها أو جلها يعني حمويات توزيكي في مؤلف واحد بلي اللي يقدان مؤلف به يقدان كتاب به فقد ذكر الشيخ محمد عبد العظيم زرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن كما جديدا التي أنه ظفر في دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط كالله دصي بيدا كدو بس لدار الكتب المصرية كتابك دسخط نسرا لعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوثي هروي لسره هنا كتيب متوفى 460 اسمه البرهان في علوم القرآن يعني بدأ خد له اختبه معه يقع في 30 مجلدا في جلد الأصل بلان يوجد منها 15 مجلدا فقد كالبازة جلدي هي أويش غير مرتبة ولا متعاقبة مرتب نية يعني فشتي سريق نية بلاي تابازة يالا دوة تابيس من دعوة نية ملكو تاقلو حيث يتناول المؤلف الآية من آيات القرآن الكريم بترتيب المصحف بجورك أو مؤلفة أو تأليفة آيات لآيات القرآن بالترتيب المصحف هاتوا ني بردو مثلا آيات كنيو بردو تفسير كدو آيات كنيو بردو أو بالترتيب رشدو بلام حموسي جلدكي نية فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن هاتوا قصيلة باريو كدوك أو آيات شاملة تشتها إلى علوم القرآن إذي هموش لكي بحث كدو
مفردا كل نوع كل نوع بعنوان هر نوعيكي بعنوانك بس كده مثلا كتيري أسباب النزول ناسخ ومنسوخ أو فيجعل العنوان العام في الآية القول في قوله عز وجل أو أي نسوية عنوان عمومي كده مورد آية نسوية قول يعني قصلا باري أم قصي الله تعالى ويذكر الآية أمزر آية كدلي ثم يضع تحت هذا العنوان تفاشاً لجير عنوانا نسي القول في الإعراب لفشاً بحث إعرابك يا كان ويتحدث عن الآية من الناحية النحوية واللغوية لفشاً لناحية النحوية واللغوية وبحث يا كان ثم القول في المعنى والتفسير لفشاً القول في المعنى والتفسير زور شتيكي مهمة لقرني كنجا وشتاء ونسرع ويشرح الآية بالمأثور والمعقول يعني أول بمأثور يعني بحديث بآيدي كان بقول الصحابة تابعين وانا دينت هو بمعقولش يعني دين بعقليش بحثي لسرك ثم لفاش القول في الوقف والتمام يعني لوقفه تماما يعني ويبين ما يجوز من الوقف وما لا يجوز لشواء لو آية وقف كري لشواء وقف نكري وانا بحثك وقد يفرد القراءات بعنوان مستقل يفرد قالت بتنياش دينت هو قراءات بعنوانك مستقل يعني دين بعنوانك مستقل يعني قراءتش بحثك على آية أبو قراءتان شخين بيته فيقول علي القول في القراءة وقد يتكلم عن الأحكام التي تؤخذ من الآيات عند عرضها يعني لو في عرضك ابنك آية أو أحكامك لو آية ورجيرين أي نسيت شحكم هايك لي ورجير والحوفي بهذا النهدي يعتبر أول من دون علوم القرآن أبا من نهديك الرويشتوها واقعا معتبر بعنوان كسك أول كسك لعلوم القرآن أشتي مدون كذبا من السبع وإن كان تدوينه على النمط الخاص الآن في الذكر أقرتي تدوينك أي أبا مشي وخاص طبو كذبك ماك وهو المتوفى سنة 330 شو أصد السينة بلوديو ما أنا شو أصد السينة شن لو بر لقلوزي قرنا شواري مكان هنا كنج مكان هنا دوائي وبكر بأقلاني هنا ثم تبعه ابن الجوزي لفاشا ابن الجوزي هذا بشوانيا المتوفى سنة 597 هجرية في كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن أو ذلك بأي عجائب علوم القرآن نحن شاخة كان يعني فن هاي شاخة يعني هر شاخي فنه تدا لعلوم القرآن شاخة شاخة وني شاخة شاخة ثم جاء بدر الدين الزركشي هو تيزياد يعني المتوفى سنة 794 هجرية وألف كتابا وافيا سماه البرهان في علوم القرآن بركشي كتابك النسيوة كنينة وبرهان في علوم القرآن أما يدي وافية توفى ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين البلقيني أم هنا زيادة لسر نسيوة للزيارة وكتاب زركشي المتوفى سنة 824 هجرية في كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم يعني على المكان الذي جاء اختيارك يعني أواء ني كتابي هذا يعني أوندا استرها يا أو أونديش علمها. ثم ألف جلال الدين السيوطي لهم اشتكى تأليف جلال الدين السيوطي. المتوفى سنة 911 هجرية في كتابه المشهور الإتقان في علوم القرآن. كويدي أنا لهم علوم القرآن كان مشهور. ولم يكن نصيب علوم القرآن من التأليف في عصر النهضة الحديثة أقل من العلوم الأخرى. على النصيب علوم القرآن لتأليف لم عصري آلانشا كعصري كحساني جديدة يعني بيس أن هزيك جديد تصف كذوب وكتب نسين وتأليف وأنا كم تردواني لك نبوة لهم موردك تمشاك كتب نسرا جديدا لمورد علوم القرآن شهر نسرا فقد اتجه المتصلون بحركة الفكر الإسلامي اتجاها صديدا في معالجة الموضوعات القرآنية بأسلوب العصري على أوانيك متصل بحركة الفكر الإسلامي يعني خلاصة خديكي حركة الفكر الإسلامي بكل بحثة كأننا بالله يقوله هيك رويان كردوها برو كرنيكي زور محكم وباش لا أولي خليكي موضوعات قرآني بن بأسلوب عصر يعني بأسلوب جديد وكو أنا بخي مثال دينا مثل كتاب إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي وكتابي أودي دانا كتابك إن سيد قثم التصوير الفني في القرآن كديتانا ومشاهد القيامة في القرآن للشهير سيد قثم وترجمة القرآن للشيخ مصطفى محمد مصطفى المراغي مشهور المراغي بحث فيها لمحبين محب الدين الخطيب يعني بحث فيها وبحث لو موردها يعني لو موردي القرآن كمحب الدين خطيب هيدي ومسألة ترجمة القرآن لمصطفى الصبري
وشو كتب لنا والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله الدراز ومقدمة تفسير محاسن التأويل كمقدمة تفسيرك لمحمد جمال الدين القاسمي. وألف الشيخ طاهر الجزائري كتابا سماه التبيان في علوم القرآن كويشتان ديوة. وألف الشيخ محمد علي سلامة كتابه منهج الفرقان في علوم القرآن تناول فيه المباحث المقررة بكلية أصول الدين بمصر تخصص الدعوة والإرشاد إيه دانش كده أصول الدين لمصر كتخصص دعوة وإرشاد هاتوا مباحثي كمقرر لذكراوة هاتوا لو كتابا قنزاد يوتي نعم هذا جزائري من زمنية لأربيتين بينتانا جزائري مشهورة يعني جزائري. وتلاه الشيخ محمد عبد العظيم زرقاني فألف بشونودا زرقانياته فألف كتابه مناهل العرفان في علم القرآن كي شاركه كتبشتر. ثم الشيخ أحمد علي في مذكرة علم القرآن التي ألقاها على طلابه بالكلية لدانش كذبه دانش وكان يكتبه بيستابوت كتبه قسم إجازة الدعوة والإرشاد. وصدر أخيرا وش بإسنا صدر تصديري كدو داية تدريل مباحث في علوم القرآن للدكتور على والصدر يعني صدر يعني أخيرا أم كتابي دكتور صبحي صالح شهاته. وللأستاذ أحمد محمد جمال أبحاث على مائدة القرآن فوش كتابك بحث حائل سرسل القرآن. هذه المباحث جميعها هي التي تعرف ما تعرف بعلوم القرآن هم بعلوم القرآن الناس حتى صارت علما على العلم المعروف بهذا الاسم بويبوتا علمك بوسر علمك بوسر علم معروفة بو باسم ناس. والعلوم جمع العلم والعلم الفهم والإدراك جمع علم علوم علم يعني فهم وإدراك يشتك. ثم نقل بمعنى المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا لباشان نقل كراوة علم لباشا لأول أولوة معنى لغوية فهم وإدراك بلام الآن استلاحا بوسي وكارة بدريا مسائلك مختلفة كمضبوط بيت ضبطك علمي يعني بضبطك علمي هاتبت كو كرابته او فعلا علم مثلا علوم القران هاتوا او بضبطك ركوبك لنيو كتابا غنزان يا علم اصول غنزان يا علم في او. والمراد بعلوم القران مراد بعلوم القران العلم الذي يتناول الابحاث المتعلقه بالقران كشامل البحث هيك كمتعلق بالقران من حيث معرفه اسباب النزول لجهات الناسين اسباب النزول وجمع القران وترتيبه وجمع قرآن ترتيب قرآن ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن أويك ربط بالقرآن أوي. وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير بويا أم علم بأصول التفسير نيونداول لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها شن شامل مبحثاتك كمفسر بحث بذانية للاستناد إليها في تفسير القرآن بعد القرآن استناد في القرآن أجمع.